ممكن تعرفنا بنفسك؟ مدحت سوريال، سي او شركة كوزمو تريد. يولو، ايه رأي حضرتك في المعرض بالنسبة للتنظيم والافتتاح؟ صراحة المعرض هاي السنة دي احسن من السنة اللي فاتت بكتير. شايف ان في تقدم، شايف الناس ابتدت تظبط الحتة التنظيمية اكتر بكتير قوي من السنة اللي فاتت، فانا شايف ان هو معرض السنة دي ممتاز قوي، وان شاء الله السنة جاية يبقى احسن. حضرتك قدرت توصل لعدد كبير من الصيادلة؟ بنسبة كبيرة، يعني بنسبة كبيرة احنا وصلنا لعدد كبير من الصيادلة، وناس كلها جت وابتدت تعمل تعاقدات وابتدت تشتغل معانا، وناس عرفت المنتج. اشتغلنا، عملنا اويرنس، عملنا تعريف للمنتج، عملنا تعاقدات كويسة قوي للبيع، عملنا تعارف كويس قوي مع العملاء كلها والعملاء القديمة والعملاء الجديدة. ماشي، انا بشكر حضرتك. تحت امرك.